أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
تبين بالعدل ولا يكتب كاتب أن يكتب كما علمه الله كما وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا كما علمه الله فليكتب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلك أقسط عند الله أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى ألا أرتابوا وأشهد
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ العلم الشيخ علي عبد الفتاح عضو نقابة القراء والقارئ والمقيم بشم أشمون منوفية. كانت هذه التلاوة في ليلة تكريم المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى الحاج طه إبراهيم عفيفي عليه سحائب الرحمات. ننقل لكم هذه التلاوات القرآنية العطرة المباركة من قصور الضيافة المتنقلة فراشة البر بمدينة أشمون المنوفية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدنا برحمته وأن يرزقه أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.